بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد مرور سنة من صدور البيان الذي تحدث عن توقف مساهمة جماعة عدو الإحسان في حركة 20 فبراير، ومن خلال تقييم أولي لمجريات هذه السنة يمكن أن نستنتج أولا صحة تقدير الجماعة للموقف الذي اتخذته. تطور الأحداث بيّن أن تقدير الجماعة لقرار توقف نشاطها كان مبنيا على مقدمات صحيحة أفرزت تلك النتيجة التي نراها من زاوية التقدير السياسي، يعني ليس من زاوية الخطأ أو الصواب المطلق، على أنها صحيحة. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية هو أنه مرور سنة ربما أكد خطأ يعني استنتاج أو تحليلات العديد من الباحثين الذين اعتبروا بأن توقفنا من حركة 20 فبراير هو بمثابة صفقة إما مع النظام وإما مع الحكومة التي ترأسها العدالة والتنمية أو مع أمريكا. يعني الآن بعد مرور سنة لا يمكن لأي منطقي ولأي عاقل أن يقول بأنه كانت هناك صفقة في هذا الاتجاه أو ذاك أو في الاتجاه الثالث. ربما هذا أكدته المواقف السياسية للجامعة فيما بعد، وأكدته كذلك الممارسة السياسية للجامعة فيما بعد.